سيادة النائب السابق الأستاذ طلعت السادات، يعني أنا حديثك عن الثروة وما تعرفه أو ما تريد أن تقوله في هذه النقطة تحديدا، تفضل. هو بالنسبة للحديث عن الثروة، أنا اتكلمت عنها في مجلس الشعب في مواجهة المهندس أحمد عز في قلب المجلس، وقلت له إزاي شاب زيك عنده 40 سنة يكون معاه 40 مليار جنيه مصري؟ قل لي انت امكانياتك ايه، ذكاء، خبره، وارث؟ قل لي انت ازاي واحد زيك ممكن يبقى معاه 40 مليار جنيه؟ وقف يوميها يقول لي ابائي واجدادي. ابائك واجدادك ايه؟ ده اللي خلاني قلعت الجزمه ساعتها عشان اضربه بيه، لما قال ابائي واجدادي، لان انا عارف ان جده الله يرحمه ويحسن اليه كان بيشتغل تربي في الغفير، وعارف ان والده كان عنده محل في السبتيه بيبيع مواسير، مواسير مش حديد. فالنهارده عشان هو بيتكلم بصيغه الجمع ويقول لك احنا مستثمرين، احنا مستثمرين مين؟ ده انت واخد الارض اللي في خليج السويس ال 15,000 فدان، واخد المتر ب 5 جنيه بالقسط، باعه ب 1500 جنيه. يعني دي فوق 6 مليار جنيه. بس من غير حاجه. مكان الشباب اولى بيهم. تعال للصفقات، تعال خش على شركه حديد الدخيله. شركه حديد الدخيله احمد عز بدا ان هو اشترى حصص الشركات الأجنبية المساهمة، الحصص الصغيرة، بمساعدة يوسف بطرس غالي، هو اللي ساعده ومكنه ان هم يشتروها بأرخص الأثمان وبضغط على الشركات دي، ثم تدور على حصة العاملين في الشركة اشتراها، ثم راح موقع البورصة وراح مخلي شركة عز الحديد تشتري من شركة حديد الدخيلة. يعني عز اشترى من عز من غير ما يدفع قرش ساخ، وللاسف كل ده كان بتمويلات البنوك. ازاي احمد عز يخش بنك وياخد منه الملايين دي الا اذا كان معاه شريك رئيسي قوي يملك انه يرفع سماعه التليفون لرئيس مجلس اداره البنك يقول له اديله الفلوس؟ يعني احمد عز خد شركه حديد الدخيله من غير ما يدفع ساخ. واسألوه على الأرض بتاعت قناة السويس اللي هي بتاعت خليج السويس، هو وغيره، يعني في مجموعة في مصر كانت محتكرة كل حاجة معروفة في مصر. طب الشريك الاستراتيجي يا سيد طلعت سادات، الشريك الاستراتيجي المهم اللي بتلمح ليه ممكن جمال؟ طبعا جمال، جمال. أنا في يوم قعدت أنا والدكتور فتحي سرور قعدنا نحسبها، قلنا إن شركة حديد الدخيلة بتكسب 2 مليار دولار. هل في أدلة على دي يا سيد طلعت؟ يعني حتى لا نقول نحن يعني نلقي اتهامات للرجل جزافا وهو مظلوم، في اتهامات، في أدلة يعني. هو مين اللي مظلوم؟ مين اللي مظلوم؟ أنت بتتكلم على مين اللي مظلوم؟ لا، هل هناك أدلة؟ هو أحمد عز، هو أنا الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي مش أنا قلته في مواجهته في قلب مجلس الشعب، ولا أنا جاي بقوله النهاردة عشان أحمد عز مزنوق؟ انا بقى اللي انا بقوله دلوقتي هو اللي انا قلته في مجلس الشعب. وموضوع الاحتكار، انا قلت لهم قانون الاحتكار ده لان بدانا بالاحتكار بالكاف بالقاف ثم بقت بالكاف، يعني الاحتكار. نعم. احتكار النظام الحاكم في مصر للشعب هو اللي ادى الى عمليه الاحتكار. احمد عز يا سيدي كان واقف يبيع عمله ايام زكي بدري لما كان وزير داخليه هو وابوه، طلع لهم قرار اعتقال قبل كده باعتبارهم تجار عمله وتم ضبطهم ومصادره الاموال، ثم بقدره قادر افرج عن والده وخدوا الفلوس. طيب سيد طلعت، النهارده هو من غير جمال مبارك هو يسوى ايه؟ طيب سيد طلعت، انا للامانه الحقيقه سنحاول بكل المقاييس وبكل الجهد ان نتواصل مع السيد المهندس احمد عز، ربما يخرج معنا ويرد على كل من حقه طبعا. انا معاك اهو، انا معاك. طيب يعني لا يا ريت يواجهني، يا ريت يواجهني. طيب يعني انا هو بيتكلم معاك بصيغه احنا. طيب وبعدين اصل هو اتكلم اتعرض لموضوع المدعي الاشتراكي. نعم. اصل انا اللي قدمت الشكوى فيه. طيب. ورغم ذلك المدعي الاشتراكي حفظ طبعا نتيجة ضغوط. طيب
ما قدرش يحقق معاه. طيب سيد طلعت يعني انا اللي قدمت فيه الشكوى. انا اشكرك شكر جزيلا. انا اسف الوقت انتهى المحدد لهذه النقطه، ولكن استاذ طلعت السادات عضو اتحاد المحامين العرب وعضو مجلس الشعب السابق شكرا جزيلا لك، والدكتور ياسر ثابت شكرا جزيلا لك. اما نحن فباقي فاصل وهناك الجزء الاخير من النقاش ومع ضيوف جدد. فاصل ونعود.